ضحيت بشي الكثير وضقت من كثر الكلام يا اهل النفاق انا الذي ضحيت بشي الكثير وانا فراي ما يصير انه يقل الاحترام ولا فراي اصحابنا ما في شي ما يصير اللي هقينا فيه خير يحط في الصف انقسام والانقسام نحلله في مجتمع ما هو بخير المجتمع وضع خطير بلا ترابط والتحام يا مجتمعنا صحح الغلطة والوضع الخطير اللي كبير يرجعون من صغيرين المقام والرجل ما ينقص مقامه لا صغير ولا كبير كل يحدد له مصيره بنور ولا في ظلام المشكلة بالنور والظلمة وتحديد المصير هي اللي تقول انك خبير الطق يثر في اللحام الطق يثر في اللحام وصاحب الخبرة خبير وترى الردى حبله قصير ولا يجوز الانتقام العفو عند المقدرة ولا الردى حبله قصير هذا وغير وغير ولاقي على الدنيا سلام اللي نعيد غير واللي يفعلون الناس غير حفظت سري وسط بيروح العام وراح عام عمين وانا حافظ اسرار المشاكل يقودني سلك الحرير اللم بالشمل التمام والشمل له غرق الحكية قادهم سلك الحرير هم لا يشير ويستشير يضيع في وسط العسام لا يمكن تضيع الرجال اللي تشير وتستشير الله يبارك في البعير اشعل مردوم السنام لو ما ينوخ للحمولة كان ما سمي بعير ولو ورا مثل الهدير الزمل يطوي الايام انا اختلف مع كل من قال الرغى مثل الهدير او الطير لا يمكن يطير ان كان جنحان يكتمل ريش وصفه بكل جنحان يطير وانا فالاول والاخير اصك باب الاتهام واحسب حساب الطيب فالوقت الاول والاخير صاحبكم العبد الفقير يشوف شي ما يلام عبر عن الواقع وهذه قدرة العبد الفقير وختامها على النذير أزكى تحية واحترام أزكى تحية واحترام المنبعث الله نذير.